من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كلامنا في باب أن الحج لا تقوم لله على خلقه إلا بإمام من كتاب الكافي الشريف، يتضمن هذا الباب أربعة أحاديث، الأحاديث الثلاثة الأولى أحاديث بألفاظ ومعنى واحد، متقاربة اللفظ، متحدة المعنى من ثلاثة من الأئمة عليهم الصلاة والسلام، الحديث الأول في هذا الباب عن العبد الصالح يعني الامام الكاظم عليه الصلاه والسلام لان ظروف التقيه كانت شديده في ذلك الزمان الامام عليه السلام كان مسجونا فكان هناك ارهاب شديد من الحكومه الجائره العباسيه فلذلك كان الشيعه استعملوا اصطلاح العبد الصالح للإشارة إلى الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام عن العبد الصالح قال إن الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا بإمام حتى يعرف ونص هذا الحديث روي عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الثاني وعن الإمام الرضا عليه السلام كما في الحديث الثالث واما الحديث الرابع فعن ابان بن تغلب قال قال ابو عبد الله يعني الامام الصادق عليه الصلاه والسلام الحجه قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق الله سبحانه وتعالى شاء ان يجعل هناك وسائط بينه وبين خلقه سواء في التكوين أو في التشريع في التشريع جعل الأنبياء وسائط الله سبحانه وتعالى لم ينزل القرآن على قلب كل واحد واحد من الناس وإنما أنزل القرآن على قلب رسول الله محمد صلى الله عليه وآله والرسول محمد تلا القرآن للمسلمين وعلمهم تلاوته وبين لهم معانيه. كذلك في نظام التكوين، الله سبحانه وتعالى جعل ملائكة خلقهم الوسائط لتنفيذ ارادته التكوينية. يعني الله سبحانه وتعالى حينما يريد قبض روح انسان يأمر ملك الموت بذلك. فلذلك ملك الموت يأتي ويقبض الأرواح. هذا أمر تكويني (الموت والحياة)، الله سبحانه وتعالى بواسطة نفذ ذلك الأمر، يعني أمر الواسطة فالواسطة نفذت ذلك الأمر، وكذلك تدبير أمور الكون، الله سبحانه وتعالى بسبب قدرته وحكمته خلق ملائكة، وأمرهم بتدبير الأمور. فكما في التكوين الله سبحانه وتعالى جعل وسائط في التشريع ايضا جعل وسائط. والانبياء عليهم الصلاه والسلام هم وسائط التشريع. والله سبحانه وتعالى من لطفه على خلقه ما جعل الارض تخلو يوما من الايام من حجته على خلقه. فلذلك اول انسان خلقه ادم على نبينا واله وعليه الصلاه والسلام وجعله نبيا يعني حجه لله تعالى. وهذه الحجه مستمره في كل زمان لا يخلو لا تخلو الارض من حجه. هذا الحجه قد يكون نبيا وقد يكون وصي نبي بين نبي ووصي نبي. فمن ادم الى رسول الله محمد صلى الله عليه واله الحجه كانت الانبياء وبعد الانبياء الاوصياء، طبعا غالب اوصياء الانبياء ايضا كانوا انبياء، لكن الله سبحانه وتعالى ختم النبوه بمحمد صلى الله عليه واله، فلا نبي بعده، لكن الحجه مستمره بامر من الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وآله بلغ المسلمين بخليفته وهو الحجه من الله سبحانه وتعالى الأئمة الاثنى عشر هم حجج الله سبحانه وتعالى على الخلق بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وآله هذه الحجة مستمرة إلى زماننا الآن لا تخلو الارض ولم تخلو الارض من امام بعد الرسول صلى الله عليه واله. الان الامام في هذا الزمان هو الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. فهو حي يرزق في بين اظهرنا لكننا لا نعرفه وهذا من قدره الله سبحانه وتعالى ان يطيل عمر انسان كما ان الله اطال عمر نوح نوح نبيه الله سبحانه وتعالى جعله حجة للناس في ذلك الزمان مدة لبث في قومه يبلغهم رسالات الله سبحانه وتعالى الف سنة الا خمسين عاما وبعد الطوفان ايضا لبث ما شاء الله من السنين حتى في بعض الروايات ان عمر نوح كان ألفان 2500 عام 950 سنه قبل الطوفان والبقيه بعد الطوفان. زين لماذا الله سبحانه وتعالى اطال عمر نوح على نبينا واله وعليه الصلاه والسلام؟ لحكمه كذلك أطال الله سبحانه وتعالى عمر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. فالأرض لا تخلو من حجة. هذه الحجة موجودة. أحياناً هذه الحجة تظهر أنه أنا فلان ابن فلان، والناس يعرفونه بعينه أنه فلان ابن فلان. مثلاً الناس في مكة كانوا يعرفون هذا محمد ابن عبد الله. هذا علي بن أبي طالب هذا الحسن ابن علي وهكذا وفي هذا الزمان الحجة موجود حي وهو بين الناس لكن لا يعرفونه أنه هذا المهدي ابن الحسن العسكري ولذا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بعد أن يظهر بعض الناس يقولون إنا كنا قد رأيناه في بعض الأحاديث الإمام في كل عام يكون مع الحجاج لعله في منى في عرفات في المشعر في الطواف أو زين أنت تشوف مئات وألوف وعشرات الألوف من الناس لا تعرف هذا من هو لكنك تراه الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف موجود بين الناس كما أن يوسف على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام كان نبيا وهو في أرض مصر لكنهم لم يكونوا يعرفوه ان هذا يوسف ابن يعقوب كانوا يتصورونه عبدا ثم بعد ذلك وصل الى مرتبه عزيز مصر اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم وحتى اخوه يوسف دخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون لا يعرفونه، كان متغير سنوات طويله أربعين سنه اكثر اقل وحينما تركوه والقوه في الجب وباعوه بثمن بخس كان صغيرا الانسان عندما يكبر الملامح شويه تتغير فيه فعرفهم وهم له منكرون، كان موجودا بين اهل مصر حتى اخوته التقوا به وبايعوه تبايعوا معه اشتروا ودفعوا مو مرة واحدة مرة ومرتين ومرة ثالثة وهو عندما عرف نفسه عرفه قبل ذلك وهم له منكرون على كل حال فالحجة دائما موجودة مستمرة وفي بعض الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد إفناء الخلق جميعا قبل يوم القيامة رفع الحجة عنهم فإذا رفع الحجة مات جميع من في الأرض. هسه مقارنة لنفخ الصور بعد نفخ الصور، على كل حال الله سبحانه وتعالى يرفع الحجة فالخلق جميعا يموتون، أو بالتعبير الأدق يميت الخلق جميعا ثم يميت الحجة. حسب الروايات المختلفه بالنسبه الى الرسول صلى الله عليه واله والأئمة عليهم الصلاه والسلام الله سبحانه وتعالى اعطاهم الولايه التكوينيه والولايه التشريعيه باي معنى بمعنى ان الله سبحانه وتعالى ربط النظام التكوين بهم لولا الحجه لساخت الارض باهلها يعني مثلا شوفوا الان احنا نذكر مثال مادي للتقريب الآن نظام الكون، النجوم، والسيارات، والسماوات الموجودة، والمجرات، هذه كلها ضمن نظام الجاذبية، يعني هناك نظام جاذبية، هذا النظام الجاذبية سبب قيام السماوات والأرض، فالله سبحانه وتعالى أمسك السماوات والأرض بقدرته لكن جعل الواسطه نظام الجاذبيه يعني الان مثلا الارض تتحرك حول الشمس هنا نظام الجاذبيه هو الذي يتحكم لولا نظام الجاذبيه الارض اما كانت تنفلت في السماوات او كانت ترتطم بالشمس بعد ما كانت قابله للحياه وهكذا الشمس، المنظومة الشمسية، المجرة، المجرات المختلفة. زين الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل نظام الجاذبية، ولو ما كان يريد جعل نظام الجاذبية، كان يريد حفظ السماوات والأرض بطريقة أخرى، كان يتمكن بدون نظام جاذبية أصلاً، هو بقدرته بدون واسطة يحفظها، يتمكن. لا يعجزه شيء. لكن حكمته اقتضت أن يكون الكون حسب هذا النظام. الله سبحانه وتعالى قادر أيضا أن يربط نظام الكون واقعا بوجود شخص واحد. هذا الشخص هو النبي أو الإمام. فهذا ليست من قدرة الله ببعيدة، يعني مو الله عاجز عن فعل ذلك، لا الله قادر. زين، الله القادر. هل فعل ذلك؟ نحتاج إلى دليل في مرحلة الإثبات يعني إحنا أولاً نبحث عن أن هذا الشيء ممكن أو محال بعد أن نثبت إمكان ذلك الشيء ننتقل إلى مرحلة أخرى تسمى مرحلة الإثبات ما هو الدليل على وقوع ذلك؟ بعض الأحيان أنت تجي تناقش واحد في مقامات الرسول صلى الله عليه وآله والأئمة يقول هذا ما يمكن؟ نقول ما يمكن يعني محال او ما يمكن يعني مو محال بس ما عندنا دليل يعني مثلا هل من المحال ان يكون رسول الله محمد صلى الله عليه واله عالما بمنطق الطير يقول هذا محال زين نقول اذا محال كيف سليمان كان يعرف منطقه الطير علمنا منطقه الطير اذا محال ماكو فرق بين هذا وذاك فإذا كان سليمان عالما بمنطق الطير يعني هذا الامر ليس بمحال. الله سبحانه وتعالى بقدرته اعطاه لسليمان. فيمكن بقدرته يعطيه لشخص اخر. نعم انت تسال انه باي دليل اعطاه لمحمد صلى الله عليه واله. نجي الى مرحله الاثبات. بعض الاحيان احنا مثلا ناتي الى مقامات الرسول والائمه عليهم الصلاه والسلام. نذكر آيات بالنسبة إلى الأنبياء السابقين مو أنه نريد نقيس ليس من باب القياس لا وإنما من باب بيان إمكان هذا الشيء حتى واحد لا يقول هذا لا يمكن مثل ما الآن مثلا بعض المجسمة عندما أنت تريد تجعل واسطه بينك وبين الله سبحانه وتعالى الاستغفار، يقولون هذا شرك. نقول زين اذا شرك هل يعني الله سمح لانبيائه السابقين بالشرك؟ عندما مثلا جاء اولاد يعقوب الى يعقوب وقالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين. زين والدهم اللي هو يعقوب كان نبي. لم يقل لهم اغربوا عن وجهي ايها المشركون وانما قال لهم راح في المستقبل في ليله الجمعه يعني راح استغفر لكم الله سبحانه وتعالى سوف استغفر لكم ربي الله اذن ليعقوب بالشرك يعني لا فهذا يدل على ان هذه القضيه ليست بشرك نعم انت تجي تسال انه باي دليل نحن نوسط الرسول صلى الله عليه واله أذكر لك آيات قرآنية ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما بعدين يجي يقول زين يعقوب كان حيا مثلا والرسول ميت نقول إذا شرك لا فرق بين الحي والميت أنت يجوز أن تشرك بالله حيا لا كذلك لا يجوز أن تشرك بالله ميت ميتا فاذا جاز في الحي ايضا يجوز في الميت، وليس من باب القياس وانما من باب قيام الدليل على ان الرسول صلى الله عليه واله صحيح هو مات لكن له حياه برزخيه في قبره والله سبحانه وتعالى يرد اليه روحه اذا واحد سلم عليه وهو ليس اقل من الشهداء الذين هم احياء عند ربهم يرزقون. فإذا احنا عندما نجي اذا نريد نثبت مقام للرسول او للائمه نستدل بآيات في الانبياء السابقين ليس لاجل القياس وانما لاجل بيان امكان هذا الامر. ليس مجرد الامكان بل وقوع ذلك الامر في الامم السابقه، هذه مرحله الثبوت تثبت انه هذا ممكن ثم بعد ذلك نأتي الى مرحله الاثبات. ما هو الدليل على وجود هذه المقامات للرسول وللائمه؟ عليهم الصلاه والسلام ناتي ونستدل بآيات وبأحاديث وقد ذكرها العلماء في كتبهم وفي مناظراتهم. فالله سبحانه وتعالى ربط نظام التكوين بالرسول محمد صلى الله عليه واله وبآله. كما ربط بهم نظام التشريع. يعني شرع وانزله للرسول والرسول كان هو الواسطه، والائمه عليهم الصلاه والسلام ايضا اخذوا من الرسول وهم الواسطه. كذلك نظام التكوين فلذا في ليله القدر تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر. هؤلاء ينزلون على الرسول في زمانة وبعد الرسول على الامام التقديرات الالهيه يبينوها. للرسول ومن بعده للأمة عليهم الصلاه والسلام لان النظام التكويني ايضا مرتبط به باذن الله سبحانه وتعالى وان شاء الله في المستقبل هناك ابواب تتطرق الى هذا الجانب سنبينها نبين هذا الجانب بتفصيل اكثر ان شاء الله تعالى. فاذا حكمه الله ورحمته اقتضت ان يجعل في كل زمان واسطه للفيض هسه الناس عرفوا لو ما عرفوا هو هو واسطه للفيض يعني الان مثلا من باب مثلا القوانين التي تتحكم في الكره الارضيه اللي حياتنا متوقفه على هذه القوانين كثير من هذه القوانين لم يكن يعرفها البشر الاف السنين زين هم ما يعرفوها يعني هذه القوانين ما موجوده وحياتهم ليست متوقفه على تلك القوانين. كلا. هو عرف لو ما عرف القانون جاري وحياه الانسان متوقفه على ذلك القانون. هسه بالتدريج بتطور العلم اكتشفوا بعض هذه القوانين وكل يوم اكتشاف جديد وقوانين جديده. الله سبحانه وتعالى جعل الرسول والأئمة واسطة في النظام التكويني، هسه الناس عرفوا ذلك أو لم يعرفوا ذلك. عرفوا ذلك فهذا من سعادتهم. وإذا لم يعرفوا ذلك فهو من شقائهم. فالله جعل حجته على الناس وهذه الحجة إمام الرسول أيضا إمام كما ذكرنا في الأحاديث الماضية. والأئمة أيضا هم أئمة حجة الله تقوم بهم. يعني في يوم القيامة الناس الذين كانوا في زمان الرسول صلى الله عليه واله الحجة تامة عليهم. قل فلله الحجة البالغة الحجة تامة عليهم. لا يتمكنون يقولون لولا أرسلت إلينا رسولا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَذِلَّ وَنَخْزَى. الحجَّة كانت لهم. لكن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وجعل أئمة فالحجَّة عليهم. أنت ليش ما اتّبعت الحجَّة؟ نعم عندنا مسألة أخرى هناك بعض الناس حالة استثنائية يعبرون عنهم بالجاهل القاصر. يعني افرض مثلاً كافر وُلد من أبوين كافرين. هو طفل صغير مات عمره سنة سنتين مات هذا ما كان يمكن له أن يسلم ولد من أبوين كافرين مات وهو صغير جنين عمره سنة شهر شهريا هذا يعبر عنه بالجاهل القاصر ما كان يمكن له أن يهتدي لأن الله سبحانه وتعالى ما أطال في عمره حتى يروح يسمع ويعرف ان هناك دين هو الاسلام ويحقق عنه، لا. فهذا جاهل قاصر، عذابه ظلم. لذلك عندنا في بعض الاحاديث الله سبحانه وتعالى في يوم القيامه هؤلاء الجهال القاصرين يمتحنهم مره اخرى. اذا نجحوا نعمهم واذا فشلوا في الامتحان وعصوا يكونون من اهل النار. مجانين الكفار يعني واحد ولد من ابوين كافرين في مجتمع كافر وهو مجنون وعاش حياته مجنون الى ان مات هذا جاهل قاصر وهناك ايضا انواع آخر اخرون من الجهال القاصرون هؤلاء الله سبحانه وتعالى بعدله لا يعذبهم يختبرهم لكن اذا جاهل مقصر اذا جاهل مقصر يعني سمع بالإسلام بس ما حقق وكان يتمكن من التحقيق وكان يحتمل أن الدين هو الذي هو عليه باطل بس تماهل هذا جاهل مقصر الجاهل المقصر والعامد سواء عقلا وشرعا يعني نفرض أنه واحد خالف إشارة المرور أو خالف علامات المرور إذا شرطة المرور أوقفوه قالوا له لماذا خالفت قال ما كنت أدري أنه هذا قانون ما كنت أدري أن هذه الإشارة معناها كذا ما يقبلون عذره يقولون هذه العلامة بي تم بيانها في الصحف في الإعلام في كتاب إشارات المرور أنت ما تعلمت أنت صوتك أنت المقصر فلذا يغرمون مثلا الجاهل القاصر يستثنى بس الجاهل المقصر هذا يؤاخذ كالعامد لذا في الحديث الشريف بعض الناس في يوم القيامه يقال لهم لماذا لم تطع الله سبحانه وتعالى يقول لم اكن اعلم يقال له هل لا تعلمت لماذا ما ذهبت تتعلم فاذا الحجه تامه على الجميع المعاند الحجه تامه عليه الجاهل المقصر الحجه تامه عليه في الدنيا وكذلك في الاخره. الله سبحانه وتعالى إمام كل زمان سواء رسول او نبي، سواء رسول او وصي، الله سبحانه وتعالى يأتي به، ويأتي الناس المقترنين معه في عصر واحد يجون قرنه. هذا إمامكم. اللي اتبعه أهلا تفضل إلى الجنة. واللي ما اتبعه إلى النار. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الرسول يشهد. الأئمة هم الأمة الوسط، أيضا يشهدون على أهل زمانهم. طبعا الشهادة حتى لا تكون شهادة زور الله سبحانه وتعالى يطلعهم وي وي ويبين لهم ما فعله الناس في بعض الاحاديث كما سيأتي عمود نور يرون اعمال الخلق ثم في يوم القيامة يشهدون عليهم تكون شهادة عن علم هذا بالنسبة إلى الأحاديث الثلاثة الأولى الحجة لا تقوم لله عز وجل على خلقه إلا بإمام حتى يعرف شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون حجته هكذا بواسطة نبي أو إمام بالنسبة للحديث الرابع الحجة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام فهذا الحديث له معنيان المعنى الأول أنه أول إنسان خلقه الله سبحانه وتعالى هو الحجة لله يعني آدم. وآخر إنسان يموت هو الحجة لله سبحانه وتعالى. وأيضا في هذه الفترة من خلق آدم إلى انقراض بني البشر قبل يوم القيامة دائما الحجة متصلة. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني قبل الخلق يعني في عالم الذر حينما الله سبحانه وتعالى خلق الناس اجمع بشكل ذر قبل ان ياتي بهم الى هذا العالم في تاويل الايه واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى في عالم الذر وعالم الذر فيه روايات كثيرة، حوالي 200 رواية عندنا حول عالم الذر. هناك الله سبحانه وتعالى جعل الحجج أيضا، لأن الله اصطفى. الحجج كانوا موجودين في عالم الذر. في هذا العالم الحجج موجودون أيضا. من آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وأيضا في الآخرة. ايضا الحجه موجوده يعني الرسول في الاخره شهيد الائمه عليهم الصلاه والسلام شهداء الانبياء والاوصياء في الامم السابقه شهداء من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا في يوم القيامه فحجه الله الله يحتج به يقول للناس هذا رسولي محمد صلى الله عليه واله بعثته لكم لماذا خالفتموه والرسول ايضا يشتكي منهم وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا واضح اذا الشاكي هو الرسول الدعوه انهم لم يعملوا يعملوا بالقران فالحكم واضح سلفا شلون سيكون, سيكون سيكون بضرر من لم يعمل بالقران فالحجه قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق الباب الاخر باب ان الارض لا تخلو من حجه ان شاء الله في حلقات قادمه سنذكر احاديث هذا الباب الشريف هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين